هكذا استقبلت الباخرة السياحية اللي رست في ميناء الشويخ. فرق شعبية وصقور وزهور وعلم الكويت القديم والحديث، في حين أكدت المؤسسة أنها إحدى خطوات دعم تنمية السياحة. هذه خطوة رئيسية من جانب مؤسسة المواني الكويتية في تنمية السياحة وفي مساعدة الجهات الأخرى اللي تقوم في أعمال السياحة. كنا احنا الجهة الأولى اللي نستقبل فيها السفن ونستقبل فيها الركاب، فبالتالي الانطباع اللي يكون عندهم والبسمة اللي تكون عندهم هذه راح تنعكس على باقي الجولة وباقي الأماكن اللي راح يشوفونها في الكويت. الرحلة بدأت من دبي وتمر على دول الخليج مدتها 14 يوم وعلى متنها 300 راكب أغلبهم البريطانيين، وأنا سعيد جدا بهذا الاستقبال. 7 ساعات راح يقضيها السياح بالتجول في مختلف مرافق الكويت، منها ما يتعلق بكيفية صناعة البترول وأخرى تاريخية وأثرية. جئت لكي أرى طبيعة الشعب الكويتي المسلم وهل الأشياء التي نسمعها صحيحة أم لا، وأيضا للإطلاع على طبيعة الشعب ومن حيث نوعية الأكل والملابس والتعرف على الأصالة ولنكون صداقات. هذه هي المرة الأولى التي أزور بها الكويت وأنا سعيدة جدا، وأعجبت بمنظر المباني الموجودة في المدينة وحفل الاستقبال الذي نظمته مؤسسة الموانئ، وهناك جولة سنقوم بها على صناعة البترول وبعض الآثار والمرافق الحيوية. وأكدت المؤسسة حرصها على دعم الخطوط البحرية وإعطاء الانطباع الجيد عن الكويت بالتنسيق مع الجهات المشرفة على مثل هذه الجولات البحرية. مبارك الجناعي، تلفزيون الوطن، من ميناء الشويخ.